بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 67 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء، حياكم الله وبارك فيك. هذا السائل عبد الرحيم يقول: فضيلة الشيخ، من ذهب لمكة لزيارة أقاربه فأخبر بأنهم بجدة، وكان هذا الرجل ناويا وعازما على داء العمرة، فذهب لجدة بالسيارة ولم يحرم من الميقات أو عند محاذاته، وعندما جلست يقول بجدة عدة أيام رجعت لمكة مع أهلي، فهل أحرم من جدة أم لا بد أن أذهب للميقات؟ أفيدوني مأجوري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن من مر بميقات من المواقيت التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم للإحرام وهو يريد الحج أو يريد العمرة، لا يجوز له أن يتجاوزها بدون إحرام ويحرم منها. والسؤال، هذا رجل جاء يريد العمرة ثم بلغه أن أهله في جدة، فترك الإحرام وذهب إليهم، ذهب إلى جدة، ثم أراد أن يحرم. من أين يرجع؟ إلى الميقات الذي تعداه، يجب عليهم يرجع إلى الميقات الذي تعداه ويحرم منه، ولو أنه من الأول أحرم من الميقات وذهب إلى أهله في جدة وهو محرم، كان هذا أحسن له وأتبع للدليل. ولكن لما ذهب وأخطأ، ذهب بدون إحرام ثم أراد أن يحرم، فإنه يستدرك ويرجع إلى الميقات ويحرم منه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول فضيلة الشيخ في فقرته الثانية: كيف يمكننا الخشوع في الصلاة وعند قراءة القرآن في الصلاة وفي خارجها، وهل ينقص أجر المصلي إذا لم يخشع؟ نعم، الصلاة التي ليس فيها خشوع ينقص أجرها نقصا كبيرا، لأن الخشوع هو روح الصلاة. الصلاة التي ليس فيها خشوع فالجسد الذي ليس فيه روح. قال جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع هو الذل بين يدي الله سبحانه وتعالى، والخوف من الله عز وجل، والرغبة فيما عنده، وأن يتصور عظمة الله وهو واقف بين يديه وجلاله سبحانه وتعالى. والخشوع أمر يجعله الله في القلب، ولكن له أسباب، على المسلم أن يفعل الأسباب، منها أن يدخل في الصلاة بطمأنينة وراحة، ألا يدخل فيها وهو مشوش الفكر بسبب حضرة طعام وهو يشتهيه. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: إذا حضر العشاء فابدأوا به، قال: لا صلاة بحضرة طعام. وكذلك يتخلى من الأشياء التي تشغله من البول أو الغائط، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، فأمر بأن الإنسان يتخلى من البول والغائط، لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، يعني البول والغائط. وكذلك أسباب الخشوع وهو أعظمها تدبر القرآن الذي يتلوه أو يسمعه في الصلاة، يتدبره، إن ذلك يكسبه الخشوع بكلام الله عز وجل. وكذلك استحضر من أسباب الخشوع استحضار عظمة الرب سبحانه وذل العبد بين يديه. نعم. أحسن الله إليكم. أبو صالح من الرياض أرسل بمجموعة من الأسئلة، يقول: يا شيخ، هل ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يسكت بين الفاتحة والسورة التي بعدها؟ لم يثبت هذا، وإنما كان يثبت بعد تكبيرة الإحرام ويأتي بالاستفتاح، ثم يسكت بعد القراءة وقبل الركوع
حتى يرجع إليه نفسه ثم يركع. وأما السكتة الثالثة وهي بعد قراءة الفاتحة بالنسبة للإمام فهذا لم يرد فيه دليل واضح، ولكن الناس يفعلونه من باب الاستحسان من أجل تمكين المأمومين الذين خلفهم أن يقرأوا الفاتحة. نعم. فإذا فضيلة الشيخ، المأموم متى يقرأ الفاتحة في الصلاة؟ هل هو مع قراءة الإمام أو بعده؟ لا يقرأ والإمام يقرأ، وإنما يقرأ في سكتات الإمام. فإذا كان الإمام يسكت بعد الفاتحة يقرأ الفاتحة، وإذا كان يسكت بين الآيات يقرأ الفاتحة بين الآيات ولو تفرقت. أخيرا من أسئلة، يقول بعض الناس يا شيخ حفظكم الله، إذا دخل المسجد قرب وقت الإقامة وقفوا ينتظرون قدوم الإمام وتركوا تحية المسجد، فما حكم هذا العمل؟ إذا أقيمت الصلاة فلا يجوز صلاة نافلة، لا راتب لا تحية المسجد ولا غيره ولا الراتب. إذا أقيمت الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. الأخ أبو محمد من حائل يقول: ما حكم بيع السيارات بالتقسيط مع تأخير نقل الملكية للمشتري حتى تداد كامل القيمة؟ وهل يعتبر ذلك من التورق؟ وفي حالة عجز المشتري عن السداد في منتصف السنة كيف التصرف؟ الملكية تبدأ من حين العقد، من حين تمام العقد عقد البيع. إذا تم الإيجاب والقبول حصلت الملكية للمشتري، إلا إذا كان هناك شرط، إلا إذا كان هناك خيار. إذا كان هناك خيار كخيار المجلس أو خيار الشرط فإن الملكية تبدأ من نهاية الخيار، وأما إذا لم يكن هناك خيار فإن الملكية تنتقل بصدور صيغة البيع وهي الإيجاب والقبول مع توفر شروط العقد. وإذا كان البائع يريد التوثق لنفسه من المشتري بالثمن المؤجل فإنه يرهن السلعة السيارة وغيرها، يرهنها على قيمتها إلى أن تسدد، تكون وثيقة، وبهذا يحصل المطلوب. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. الأخ الذي رمز لفيه بألف عين عين يقول: هل الأحسن شيخ للإمام بعد السلام أن ينصرف بعد الصلاة مباشرة إلى جهة المأمومين أو ينتظر قليلا؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا سلم من الصلاة يستغفر الله ثلاثا، ثم يقول: اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، وهو متجه إلى القبلة، ثم ينصرف إلى المأمومين بعد ذلك. نعم. فضيلة الشيخ، أبو محمد أرسل بمجموعة من الأسئلة يقول: بالنسبة للمسافر الذي يقصر الصلاة في سفره، هل من الأفضل له أن يأتي بالتسبيحات والأذكار المشروعة بعد كل صلاة؟ نعم، لا مانع من الإتيان بالأذكار بعد الصلاة سواء في السفر أو في الحضر، لا مانع من ذلك. نعم. يسأل عن التورق في الصلاة، هل هو عام للرجال والنساء أم خاص بالرجال؟ ذكر الفقهاء أن المرأة تضم نفسها لأنها عورة ولا تتورق، ولكن الصحيح أنه لا فرق بين الرجل والمرأة في جلسة التشاهد، لأنه لم يرد دليل على تخصيص المرأة تتورك وتستر نفسها أيضا. نعم. أحسن الله إليكم فقرته الأخيرة عن صلاة الضحى، يقول: هل تبدأ من الثامنة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا؟ صلاة الضحى تبدأ من ارتفاع الشمس بعد طلوعها، ويمتد وقتها إلى قبيل قيام الشمس في وسط السماء، إلى قبيل قيام الشمس في وسط السماء فوق الرؤوس، كل هذا وقت لصلاة الضحى. نعم. شكر الله لكم. فضيلة الشيخ يسأل أيضا عن الرجل عندما يعتاد المساجد، هل يشهد للرجل بالإيمان بمجرد اعتياده المساجد؟ نعم، نحن نبني على الظاهر، فإذا كان يتردد على المساجد ويصلي مع الجماعة ويحافظ على ذلك نحن نشهد له بذلك. قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. وورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. ولكن هذا الحديث في سنده مقال، لكن الآية الكريمة: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، دليل على أن الذي يتردد على المساجد ويلازم ذلك ويحضر الصلاة بجماعة
أن هذا علامة الإيمان، ونحن ليس لنا إلا الظاهر، كما أن التخلف عن صلاة الجماعة من علامات النفاق. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حوا. الإتيان للمساجد وملازمة صلاة الجماعة مع المسلمين علامة الإيمان، والتخلف عن ذلك من غير عذر علامة النفاق. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. الأخت مها تقول: امرأة بقي من عدتها 5 أيام ثم احتاجت للضرورة لأن تذهب لزواج ابن أختها في سفر، فذهبت واستدعى الأمر أن تمكث عند أخيها هذه الأيام، فما الحكم؟ هل يلزمها أيام أخرى في ذلك؟ هذا غلط وخطأ، وليس من الضرورة أن تسافر لحضور الزواج، ليس من الضرورة، بل الزواج يؤخر للعذر، وإن لم يتأخر فليس عليها الحضور، ليس عليها الحضور والسفر من أجل حضور الزواج. والعدة إذا تمت 3 حيض مثلا للمطلقة، و4 أشهر و10 أيام للمتوفى عنها، إذا تمت العدة تمت، ولو كان المعتدة خلت بشيء من ذلك أثناء العدة كالسفر وغير ذلك بالنسبة للمتوفى عنها، بالنسبة للمتوفى عنها. أما غير المتوفى عنها وهي المطلقة فهذه لا يلزمها البقاء في البيت. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. الأخ السائل الذي لم يذكر الاسم في هذه الرسالة يقول: فضيلة الشيخ، نحن نحفظ القرآن في المدارس، وهناك دعاء يقال بعد حفظنا للقرآن كاملا ندعو به في صلاة من 4 ركعات، نقرأ في الأولى بعد الفاتحة بياسين، والثانية بالدخان، والثالثة بالسجدة، والرابعة بتبارك، ثم يقال الدعاء في آخرها قبل السلام، هل هذا الدعاء صحيح؟ حيث أنني قرأت بأنه ورد في الترمذي بسند حسن عن ابن عباس، وهل يا فضيلة الشيخ إذا وزعت مصالحك وفي آخرها هذا الدعاء أكون نشرت بدعة ويجب علي أن أخذ هذا المكتوب؟ هذا العمل لا أصل له، وليس لختم القرآن ولا لإتمام حفظ القرآن ليس له صلاة ولا دعاء مخصص، هذا كله من البدع، ولا توزيع مصاحف، هذا ليس مخصصا لمن يختم القرآن، وزع المصاحف في أي وقت حتى ولو لم يختم القرآن، توزيع المصاحف هذا من نشر العلم ومن نشر كتاب الله عز وجل، وليس مخصصا بمناسبة ختم القرآن. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا الأخ أبو عبد الله يقول: أنا من سكان الخرج، أذهب للرياض للدراسة مساء الجمعة وأرجع عصر الأربعاء، فهل آخذ حكم المسافر في الصلوات وغيرها؟ يسكن في الخارج ويعمل بالرياض. نعم شيخ، للدراسة. هو الأصل أن الخارج ما بين الخارج والرياض مسافة قصر، لكن نعم. الآن ما تقاربت المباني إنه لا يظهر لي أن ما بينهما مسافة قصر، لأن نهاية مباني الرياض وأول مباني الخارج متقاربة، فلم يبقى مسافة قصر. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، يقول هذا السائل: تقدم لي رجل في 35 من عمره مصلي عابد من خيرة الرجال، أحسبه كذلك، ولكن ابنتي ترغب من الزواج من ابن خالتها الذي هو شاب ويقاربها معها في السن، فهل أجبر ابنتي من الزواج على صاحب الدين والخلق مع أنه يقطرها سنا ب10 سنوات؟ هذا راجع إلى البنت، راجع إلى رغبة البنت، ما دامت ترغب في الشاب وهذا الشاب صالح في دينه وفي أمانته فالنظر لرغبتها، وأما كبير السن إذا لم ترغب فيه فإنه لا تلزمينها بذلك، لأنه ليس من مصلحتها إلزامها في ذلك مع وجود شاب تقي وصالح وهي ترغب فيه. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا السائل فضيلة الشيخ ميم عين من الرياض يقول: ما حكم من أكل أو شرب ناسيا أثناء صيام التطوع وليس بصيام فريضة؟ لا فرق بين صيام الفريضة وصيام التطوع في هذا، فمن نسي وهو صائم وأكل أو شرب هذا لا يؤثر على صيامه، قوله صلى الله عليه وسلم: من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه،
فإنما أطعمه الله وسقاه. نعم. جزاكم الله خيرا. أم سهيل من المدينة النبوية أرسلت تستفسر عن الفرق بين التوكل على الله واليقين بالله، وما معنى اليقين بالله والتفويض الأمر إلى الله؟ تفويض الأمر إلى الله والتوكل بمعنى واحد، التوكل هو تفويض الأمور إلى الله والاعتماد على الله، وأما اليقين فهو تمام الإيمان بالله عز وجل، تمام الإيمان بالله عز وجل وزوال الشكوك والأوهام. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. الأخ ميم ميم ألف يقول: ما حكم من نسي أن يخرج الزكاة زكاة المال لمدة 3 سنوات ثم تذكر وقد مر بظروف مالية، هل يخرجها دفعة واحدة أم على أقساط مأجورين؟ يجب إخراج الزكاة لأنها حق لله ودين في ذمة المسلم، ولو مضى سنوات لا تسقط عنه فيخرجها، فإن تيسر له أن يخرجها جميعا فهذا هو الواجب عليه، وإن لم يتيسر له ذلك فإنه يخرجها على حسب استطاعته ولو مقسطة، ولا بد من إخراجها كلها لأن هذا دين في ذمته. هذا الأخ عبد العزيز الحقيقة أرسل بسؤال دونه بأسلوبه، يقول: فضيلة الشيخ، بعض الأسر الذين يذهبون إلى مكة في شهر رمضان المبارك يتركون الأبناء يهمون في الشوارع ويتفتعون في الأسواق والطرقات، وخاصة في شهر القرآن شهر الصيام المبارك، والناس يتعبدون الله في مساجد الله في صلاة التراويح، ونجد الشباب والفتيات يقومون ببعض المخالفات، فما الواجب على الآباء تجاه أبنائهم وخصوصا في هذه الأيام الفاضلة؟ هؤلاء يعملون طاعات ويعملون منكرات ومعاصي، استصحابهم لعوائلهم وتضييعهم في مكة يلعبون ويسهرون ويخالطون الأشرار، هذا لا شك أنه من أقبح المعاصي والسيئات، وهذا إهمال وإساءة إلى الحرم. إذا كان لا يستطيع ضبط أولاده وأسرته إذا ذهب بها فإنه يبقى في بلده أصلح له، ولا يذهب بهم من أجل العمرة وهم كما ذكر السائل يفسدون ويضيعون، فهذا يأثم على ذلك. إذا كان يستطيع ضبطهم واستصحابهم معه للصلاة في المساجد وصلاة التراويح والتهجد فهذا خير وله أجر في ذلك لهم جميعا، أما إذا كان يضيعهم فهذا يأثم في ذلك وربما يغلب الإثم على ما له من الأجر. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. الأخ أبو هيثم يقول: توفيت والدتي وعند دفنها كتبت على جانب القبر لوحة اسمها ويوم الوفاة والتاريخ، وطلبت من الواقفين قراءة الفاتحة على روحها. كل هذا بدع، لا يجوز هذا العمل ولا ينفع والدتي، عليك أن تبادر بنزع هذه اللوحة وإبعادها عن القبر لأن هذا أمر محرم، لا تجوز الكتابة على القبور، وأيضا قراءة الفاتحة لا أصل لها على القبر، وإنما المشروع الدعاء له عند الفراغ من دفنه، استغفار له، وعند زيارته والسلام عليه دعا له. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل من الجريات: فضيلة الشيخ، أعرض عليكم سؤالي، من نوى الحج عن شخص متوفى أو غير قادر على الحج كيف يدخل في النسك؟ هل يبدأ من خروجه من البيت؟ وكيف يدعو في الطواف والسعي لهذا الميت وخصوصا في يوم عرفة وفي باقي أيام الحج؟ أولا النيابة إنما تجوز عن الميت أو عن الحي العاجز عجزا مستمرا لا يستطيع في المستقبل أن يحج ويعتمر، هذا في فريضة. أما النافلة فلا ينوب عن الحي، النافلة لا ينوب عن الحي، إنما هذا في الفريضة بشرط أن يكون العجز مستمرا وأن يكون العاجز لم يؤدي فريضة الحج أو العمرة. وأما كيفية الإحرام عن الغير فكما تحرم لنفسك تحرم عن الغير، عند الميقات تتجنب محظورات الإحرام وتؤدي المناسك كلها بالنية عن الغير، عن الميت أو عن الحي العاجز في الفريضة، تنويها عنه، تنوي مناسك الحج عنه. وأما الدعاء فهو مشترك، تدعو لك وتدعو لنفسك وتدعو للمسلمين. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من أسئلته يقول: بالنسبة للصلاة في الطائرة يا شيخ، ما كيفية الصلاة في الطائرة
وإذا كان السفر طويلا من 5 ساعات إلى 7 ساعات أعني صلاة الفريضة وكذلك النافلة كيف تؤدى؟ أولا إذا كانت الرحلة قصيرة والصلاة الحاضرة يمكن جمعها مع الصلاة القادمة، وصلاة الظهر مع العصر وصلاة المغرب مع العشاء جمع تأخير، فإن تتوخر إلى أن تنزل في المطار وتصلي جمع تأخير بين الصلاتين. أما إذا كانت الرحلة طويلة ولا تتمكن من الصلاة ولا الجمع فإنك تصلي في الطائرة على حسب حالك، حسب ما يتيسر لك. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. الأخ أبو خالد يقول بعض الناس فضيلة الشيخ يذهب إلى الحج دون أن يتفقه فيه فيقع في بعض الأخطاء، ومن ثم بعد العودة يقوم بسؤال أهل العلم عن الأخطاء التي حصلت منه. نعم، ينبغي لمن يريد الحج أو العمرة أن يقرأ عن مناسك الحج والعمرة وكيف يؤديها، وهذا ميسر ولله الحمد، هناك مناسك مختصرة ومبسطة يقرأ فيها، وما أشكل عليه يسأل عنه أهل العلم، يسأل قبل أن يبدأ في الحج أو العمرة ماذا يعمل، كيفية الحج كيفية العمرة، يسأل عن ذلك. وأما أنه يؤخر السؤال عن الأخطاء التي وقعت منه حتى يعود هذا غلط، الواجب أن يسأل في الحال، إذا حصل منه خطأ يسأل في الحال، والعلماء موجودون ولله الحمد في المشاعر وفي مكة يبادر بالسؤال. أبو عيسى يقول شيخ حجيت العام الماضي ولم أطف طواف الوداع لجهل مني بأركان الحج، ماذا يلزمني الآن وأنا في الرياض؟ طواف الوداع ليس من أركان الحج وإنما هو واجب من واجبات الحج، فإذا تركته لا يكون عليك فدية، وهي ذبح شاة في مكة توزعها على فقراء الحرم. نختم هذا اللقاء فضيلة الشيخ صالح برسالة السائلة أم علي من الحامدية تقول هل رفع اليد مع الدعاء في حال الانتهاء من الصلوات أو النافلة مثل التهجد وغيره جائز؟ بعد الفريضة لا ترفع اليد بالدعاء، وإنما يدعو بدون رفع يد لأنه لم يرد بعد الفريضة، أما بعد النافلة فالأمر في هذا واسع والحمد لله. شكر الله لكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. شكرا لحضراتكم أنتم أيها السادة على تفضلكم بالاستماع إلى إجابات الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. يتجدد اللقاء إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.